أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. العمل بالآيات. تقويمنا للآخرين يقع بين إفراط وتفريط. تشاور أنت ومن حولك، ثم اكتبوا قواعد مفيدة في تقويم الآخرين. حدد اسما معاصرا تظن أنه ممن شرى نفسه ابتغاء مرضات الله، ثم تأمل سيرته. تذكر معصية وقعت منك أكثر من مرة، ثم حدد خطوات الشيطان عليك فيها لتكون أكثر حذرا من أول خطواته. التوجيهات. الكبر مانع من قبول النصيحة، فأكثر من الاستعاذة والتحذير منه. كن ممن باع نفسه ووقته ابتغاء مرضات الله تعالى وطمعا في جنته. احذر الشيطان ووساوسه، وتذكر دائما أن له خطوات يستدرج بها المؤمن، فأكثر من الاستعاذة بالله منه.